شمس اف ام. شمس اف ام، وين انتي وين احنا. قلناهاش يمكن سهوا مني انا مثلا اقول سوا في الشريط الاخير، لكن هو انت لو تلاحظي انا عايز ارضي معظم الجمهور اللي موجود قدامي، وهو ذوقهم زي برضه، هما يعني يمكن هما يميل اكتر للاغاني القديمه اكتر من الجديد. يمكن انا طبعا مشهور باغاني تاريخ اداء الدراما اللي الناس بتحب انها تسمعها مني، لكن ما حسيتش ان انا مركز قوي على الاغاني الدراما النهارده. عبر عن الثورات العربية، هو طبعا لسه الثورات دي لسه في مرحلة البداية، واعتقد الفن هياخد وقت على بال ما يقدر يعبر عنها بالشكل الكافي. يعني هو اكيد انه الفن بيتجلى اكتر وبيظهر اكتر وبينضج اكتر لما بيكون في استقرار اكتر من كده. فان شاء الله الفترة اللي جاية تشهد استقرار في تونس وفي مصر وفي كل بلادنا العربية، عشان يقدر الفن ياخد دوره اللي المفروض انه ياخده ان شاء الله في الفترة اللي جاية. شركة أرابيكا انتهى الشريط الأخير اللي هو بعدك ماليش، ده آخر تعامل معايا معهم فيه. وأنا كنت محضر الحقيقة، يعني كان كل اتفاقي معهم إن كل شريط عاطفي بعمله أنا متبرع بإن أنا أعمل شريط ديني للشركة. يعني الكلام ده من زمان أو من أكتر من 3 سنين. ففعلا عملت معهم الشريط اللي فات اللي هو مجموعة أدعية اسمها رباعيات دينية، ونزل في التلفزيونات اتوزع. وفي شريط اخير اللي هو كان اخر عمل انا عملته معاهم شريط ديني، كان مفروض انه ينزل في رمضان ده، بس الحقيقه يعني ما جاتش فرصه انه يعني احط اللمسات الاخيره فيه معاهم عشان يخلص وينزل. لكن انا عايز اقول لك انه الاتفاق بتاع الشرايط الدينيه دي من زمان خالص، من قبل الاحداث الاخيره حتى، وده كان يعني محاوله مني انا، لانه يعني طبعا الغناء الديني يمكن عندي انا بالتحديد انا حاسس ان انا مقصر شويه في اللون ده، فعشان كده انا يعني فرحت باتفاقي مع شركه ارابيكا انه كل شريط عاطفي بعمله في شريط ديني كمان بعمله معاهم. فان شاء الله الشريط الديني ده انا سلمت غنايه مؤخرا، وان شاء الله يقدر ينزل على العيد الكبير باذن الله.
يعني اذا كان هناك من وقفه فنيه في الفتره اللي جايه يعني ضد الابتزال وضد الـ يعني حاله التسيب الفني اللي احنا شايفينه على الساحه الفنيه، فده شيء كلنا كنا بنطالب بيه من قبل الثورات العربيه من سنين طويله. فان شاء الله يا رب انا متفائل الفتره اللي جايه، لان انا اعلم جيدا انه من يحكمون تونس ومن يحكمون مصر يعرفون جيدا قيمه الفن ومدى تاثير الفن في العالم العربي ومدى تاثير الفن في السياسه. فهو سلاح كبير وسلاح خطير. اعتقد انه يعني باذن الله قادتنا السياسيين هيرعوه في المستقبل بشكل كبير جدا. شمس FM، وين انتي وين احنا.